امشي يا ربي يا ربي هاجي هاي ما عم شوية ماشي باقي بكري ولا غايت له ألو العياشي أنا الحسين كيفتينا لاباس الحمد لله سي العياشي ياك اليوم الموعد ديالنا عند العدول باب فحص على عمارة الحومات الشوك أولا أيوا ولكن انتينا قلتي لي الثلاثة في الأولانية ديال الشهر برجي وماش تمشي للسطات واخ واخا واش اني ماش نقي والله يردك على خير شنو قال لك كيعاود لي الخريف والله يتعاودوا له البنانين ان شاء الله هذا باغينا نبقاو نمشيو نسعوا ولا حبيبة ديالي انتي ما تعصبش ما تعصبش المهم هو كل شيء تأجل وصافي هي انا ما فهمتش النحل ديالنا كيبقاو يدورو بحال الطرومبات وما كيخرجوش من الصنادق ديالو ما عندك ما تفهم هذاك الدواء اللي كيرشوه في الخضره كيعمل لهم داك الشيء هذا ويقضي عليهم صافيا عمل لي شي كاس القهوة يحم يمك ما فياش يعدلو انتينا كاين البيطات امشي جيبو من عند رحمة اجي ما غنمشيش تشوف النحيلات ديالك قوم انتينا واقو انا نايدة شني طمروا لنا هنا في العرض ديالنا كان قبر هذا بداو كيطمروا حتى هنايا واش باقي طري واش غنعملوا دابا ما عندنا ما نعملوا ما غاديش نحفروا عليه اللي عطى الله عطى حسين انا فيا الخوف ما عندك مناش تخافي الميته ما كيعاديوش اللي كيعادي هو بنادم بالروح امشي امشي وهذا بنادم طويل راجل واقيلا ياك شو شحال حزمنا هاد الارض ايوا هو قادي في الطول ونوض الحسين من تان يلا يلا امشي انا ماش نشوف رحمه ما تعطلش عليا انا كنخاف وامشي للدار امشي
شكرا يا سليم. حسين شفتي شنو جاب لي سليم؟ هذه كانت الكونات كاميليا. اه ضخمه زينه ياك. ولكن كتعرف شي حاجه بحال باب الله يرحمه. كيف والو انا ماش نعدله الكوخو ياك العيله وصافي نمشي نعمل لكم يباون بالتشرميله. اجي صافي عندك كيبان ياك وهادشي اللي قال الطبيبه. عرفتي دابا كيصوبوا العجب اخا كيشوفوا كلشي. دابا كيصوبوا العواول في الجيزان. بغيتي تحتار اللون ديال العينين اللون ديال الجلده اللي بغيتي. ايوا انا ما كنفهمش في هادشي. انا كنعرف حاجه وحده الصناعه التقليديه الطبيعيه سيدي ربي. اجي فين يا فاتي؟ عين مشكله يا عندها واحد امتحان في رباط كليه دربط وانا معروض واحد مؤتمر ديال العسل في شاون. مؤتمر العسل؟ وش اللي ماش تعملوا في المؤتمر؟ كيجيو الناس من العالم كامل باش يهضروا على التجارب ديالهم على التربيه ديال النحل باش يعلموا الجباله كيفاش يبيعوا شروف العسل. راه فرصه كبيره هادي. ام ضخمه هادي. وشحال ماشي يبقى؟ سيمانه تمشي بلاستيك. نمشي؟ حق ولا نسافيه؟ نقول لها. Des études récentes montrent que les produits à forte typicité, qui correspondent effectivement à des terroirs, au vrai sens du terme, portés par des acteurs professionnels locaux bien organisés, ont le plus grand succès. En Europe, nous sommes très inquiets par la disparition progressive des abeilles. Ah, قلو حتى عندنا هيداك. خليه يكمل من بعد نترجم لكم. Nous devons soigner la terre qui est malade pour soigner l'abeille. Et donc, bien sûr, avec elle, l'homme dont la survie en dépend. Quelle est donc, à votre avis à tous, la mission de l'abeille ? دور النحلة مهمة ديال المهنية. هو ربي العزيز اللي عطاها لها. الله كيقول بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. والترجم له قل له الآية 67 و68. Monteque, hombre no buena, hace mucho frío. Hay que buscar otra, ¿vale? Vale. Anda, hasta luego. Hasta luego. Adiós, amigo. Ya. Adam Zion. Adam Zion. Por el dua. Hussein. Ya. Hussein. ما قالش عليا. بوش عيب. اللي عمل لك الزور ميطا في الزعب ولا في المسيل. زول طربوش عقلتك. قريو كيف تينا؟ الحمد لله ما تبدلتيش. ها انا باقى في راسي من اللي لقيه عطانا التحميله. واش اللي كتقينا يا تزوج بواحد الشاونيه ربطت لي الرجلين في هندي نادي مزيان. وهانت تشوف لا تشوف دابا نضربوا تبزنيسات مع النصارى وانت باقي في ديك خان داكور باقي تما. وزوجت بنت عمي صافيا. صافيا وشكون ينسى داك الغزاله؟ عجيب وباقا في الفلاحه حاره بحال السودانيه. اي بال حبيبه وعاد دابا ملي حملت ما تقربش حداها. ديك النصرانيه اللي عندها الخنافرت باباريو هي جات كتسقسي عليك. ايوا ماشي الوقت ديالها دابا. ايوا انت ناض عرف عندك غتقول خاصه كسكسو فهمه بان كسكسو كنعدلوه غير نهار الجمعه. ايوا صافي الا بغات سكسو غنجيبوه لها من عند حروش بلا لحم. امراتك عندها الحق كاين بعض منهم كيسحاب لهم حنا ما عندناش غير من غيرهم. ايوا صاحبي السياحه هي اللي محركه الامور في هالبلاد خصنا نتعاملوا مزيان مع التوريست. ما قلت لك شي انا شريت واحد 3000 متر ديال الارض بان قريش نخمم نعدل الكوريه ديال الدجاج.
وهاي رجعت عاود شباش نقول لها، ومعها واحد الجوج اخرين ممشوطين في حبل الهدهد. الحديقه ضد الطيور العجيبه. شوف خليهم يدقوا يدقوا حتى يعيوا ويمشوا فحالهم. ايوا الباب كتهرس على سكسو. الحمد لله يا بابا اللي ما عشتيش حتى لدابا. زيدني زيدني. بونجور. بونجور مدام. Celui-ci n'est pas celui-là ? Non, madame. Celui-là, c'est celui de l'année prochaine. Vous voulez dire de l'année dernière ? Parce que l'année prochaine, c'est Inch'Allah, comme vous dites. Inch'Allah, madame, Inch'Allah. Est-ce que je pourrais avoir 10 kilos de ce miel ? Non, madame. Je n'ai 5 kilos. Bon, ok, d'accord. C'est pur miel, madame, pour toutes les maladies. À Zambour ? Ça veut dire quoi? Zambour, Zambour, c'est le marais de l'abeille. Hana el Hussein, Zambour, ou Zavia l'abeille. Ok, merci. شوف انا دابا غنمشي بحالي غنطلع على راس الماء، وانت من بعد خلط عليا باش نوريك مناظر الشوال. واخ. هاك السرد. الدار دابا خاويه، تقدر تنزل السلعه ديالك وترتاح. واخ. مليكة عبات العمول ومشاو يطلعوا لعزيزتهم. يلا مزيان. عندك طرف الله. وبيا مدام ميرسي. حنا الان متواجدين في واحد المنطقه اللي هي كتلاحظوا فيها مجموعه ديال الجبوحه، وهذا النحلف اللي كاين في هذه المنطقه هذه كيرعى على ان الاشجار ديال الخروبين اللي هي متواجده بكثره. كاين كذلك ان النحل ديال الروش اون تيم بلانتي او ميل دي كاروبيي كي سون اكتوالمون ان فلور باسكو سولا دون ان بارفو. بكثره في هذه المنطقه كما كتلاحظوا بالضبط امامكم، وهنا كذلك في هذه المنطقه هذه كذلك. ici on est dans une zone où on peut trouver plusieurs arbres de caroubier. بغيت نتكلم معك اذا كان ممكن. نعرفك باسمي بعدك. سميتي محفوظ. وانا الحسين. متشرف فيك. انا حياتي كامله دوزتها مع النحل، ولكن انا دابا في بلجيكا. كتعيش في بلجيكا؟ آه. وانا كنعيش في الباديه. بالحق فين هي الباديه؟ ما بقاتش علي تولي بحال بلجيكا. طنجاوي. ايوا. باينه غير من اللهجه ديالك. عندنا عندك معلومات على النحل؟ طبعا، وعندي حتى الجبوحه. شتي ليه؟ راه مورا في الجنب الداكن. هذه كامله منطقه ديالي، كيعملها الوالد ديالي، ولكن عيا على داك الشيء جبرتيني كنقلب على شي واحد اللي يدخل معايا شركه في هذا الشيء. هو مزيان، وشكون الغله بلا مساوي؟ انا هيدا كنت عامل مع صاحبي. كنظن فهمتيني. واش ني ماش نقول لك؟ انا كنسكن في طنجه، كما كنت شي كنسكن بعيد كنت نشارك معك بالفرحه عليا. طنجه ماشي هي امريكا. هاك هادي لا كارت ديالي. انا عجبتيني وباغي ندير معك الشركه. خمم فيها مزيان. يلا تهلا. السلام عليكم. كيستناوني. سور لا كولين au milieu des caroubiers que vous avez actuellement en fleur. C'est la saison des fleurs de caroube. طلع تشوف. أثاين غتجبر الديور في حلادهم الحسين؟ قل لي كي جاتك الدار؟ كبيرة ها؟ بحال القشلة ديال العسكر. بالحق الحيوط ديالها معمدين، صحيحة. السلام عليكم. شنو يعمل هذاك الفوقي؟ جينا نشوفوا الدار، ياك للبيع. إيه للبيع، ولكن أنتم عاقبتوا وسلطيتوا. ما كان عارفوني شي انا مسؤول هنايا ولا؟ يلا يلا بحالنا هذا فيه بين عذر هضره. ها الطريق. اسمح لنا الله يرحم يمك. اسمح لنا. والله لا مزيان بالله. ايوا غادي تشوفوا اللوطين باطل ولا؟
دابا انا ما فهمتش كيفاش نخلصوا فيما مشينا ولا وصاحبي في هالوقت هذا فيما مشيتي خاصك دروش انت انا كتعرف دابا كي خاصني نرد معايا حشوز الفلوس صافيه راه حامله ولا احتجت شي حاجه الصحبه ما قلتيها شي ما نسمح لك شي حنا طبعطياتنا واللي جوزناه ماشي قليل انت خاصك دابا ماشي كاسه الكاسه في الشاو ما يخواوشي كاين كاسه ارتيستا كاسه هشام كاسا دي بورنيتا العام كامل وهما عامرين بالتوريستات ما كيخوف حتى شي نهار فينك يا العياشي فينك داك المشروع د الدجاج اللي هضرت لك عليه ما بديت فيه حتى تشاورت مع السي مشكور هو اللي جبر لك الارض راه هو القايد بن قريش وتما الهوا مدخن ما بقاتش في الهوا ولا الارض بقات في الرخاص واللي تباعو كيخص اللي كيعرف يدخل ويخرج السي الحسين السي الحسين راه هذا زمان المعارف والتيكيز وانا ما كرهتش شي مشروع يكون سياحي الجداد ما كنحملهمش عرفتي شنو يخصو شي اوتيل ولا شي بنسيون عائليه يتمشالو هنايا مزيان خاصنا نعاونو باش يلقى هادشي هذا ما كرهتش يكون كيطلع على المدينه وعلى شي منظر ولا الجبل مثلا معاك الحق ما يكون شي خنوق محشي بين الديور والسكنات معاك الحق بالحق دابا ما نقدرش نهضر تيكون عندي الفلوس حصر راه تخلص في كل شيء الله يرحم يمك دابا السي الحسين غيبيع واحد ثلاثه طبقات طنجه وغيكونوا جيامو عامرين بالفلوس وداك الوقت عبر انا بالزرود انا وياك الله وايدا بالله مرحبا ارحي ادخلي لي هالكراج دابا ولا لا مشي ماشي هنا قلت لك عمرو ما كان هنايا يلا حليا هاد الروايد دابا مشي ماشي هنا قلت لك عمرو ما كان هنا اتحيد عليا هالروايد ولا نخرج بيدي يلا حيد الو حسين لاباس عليك دائما مقلق بالو سيبتيني مكشكش مع واحد العائل هنايا ياك بخير الحمد لله بارك الله فيك لا 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 ما نسيتكش يكون هاني حشومه الله يا ودي انا دابا في طنجه انا غادي نعيط لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلا بسلامه انت باقي هنايا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام شحال هادو؟ هادو ما 80 درهم شحال بالريال؟ 160 درهم غا 120 ودابا ما فيهمش 120 درهم بارك عليك حسين حسين السلام عليكم كيفتينا مزيان؟ الحمد لله الله يرحم والديك سبحان الله لقيتيني عاد فكرت فيك دابا غاديهم ماش نديهم بالحق 120 درهم ودابا انتينا عارف ما فيهمش ماش ندي جوج صلاة على محمد باش نديهم لمراتي الصافية بصحة كاين ما يتسمل عندك اليوم؟ لا علاش؟ يلا بغيت تمشي معايا الفيلم باش نوريك داك الشيء نمشي علاش ما نمشيش؟ واخا الله يرحم يمك بسم الله الله يعاونك صحة وراحة صافي مشينا الله يعاونك دابا صافي مزيان اللهم عليك الحمد مرحبا بك هانا ها رزق يا سيدي كاين صندوق في جهه وصندوق في جهه اخرى كيعطيوني بين 600 و700 الكيلو ديال العسل في العام طبعا هذا الشيء بالمقابله صلاه على النبي وهذاك تما شنو هو عندي الماتريال تما عندي العصاره والتعمر ديال القراي يلا يلا تشوف يا الطبيعة السي الحسين مي كنبغي ندير شي حاجة خصني نتقنا على داك الشيء جبت الماكينات العصريين غنشوفهم دابا غنلقاو الوالد تما السلام عليكم الوليد
كنقدم لك الحسين. شريف لاباس. ملي كتجيتي تعاوني هنايا. واشني باش نقول لك انا مازال ما قلتش لي انه اجي نوريك الماتريال الجديد. مرحبا. زيد تفضل. ها انت. كل شيء جديد. خصني غير شي واحد ثقه بحالك يحافظ لي عليه. الله يكثر خيرك. حسين مزوج؟ مزوج تبارك الله. وعندك العيال؟ لا باقي، ولكن المراه ديالي حامله علي نولد ان شاء الله. مزيانه. اجيو تسكنوا عندي هنا. الوالد كيمشي عند اختي وانا كنجي غير مره واحده في العام. ايوا اش قلتي؟ اسمح لي باش نسقسيك. الله يرحم يمك. دابا العام اللي ما يكون فيه والو ما يكونش العسل، مثلا شني المعمول؟ انا غادي نصرف على الطعم الصناعي النحل ديالي، واذا ما جا والو انا ما غناخذ والو. هايداك مزيان. صافي يكون خير، يكون خير. مزيان هادشي. صلاه على النبي. خلي عليك الحوايج ديال السيد ومشي لعيب شي حاجه اخرى. العيل ما عملش شي والله الا عامل عقله. البس الاخر امشي عندي مك كوزينه. العيل ما عملش شي. عندك واحد الزهر صاحبي. في خبرك على محفوظ ولا؟ شكون هذا محفوظ عاود؟ هذا محفوظ واحد السيد تعرفت عليه عفريت دنحل، اطلب مني باش ماش نشرك معاه، وكنظن ماش نقبل حيت يمكن يجيب الله النصيب. ولين نهار لي يا صاحبي هذا الشاول ولا ضعيط عليه. وتسليم رجال البلاد. عرفتي علاش قلت لك عندك الزهر؟ علاش؟ دبرت لك يا صاحبي واحد الدار في الجنه. وانا باقي باغي نعيش. واحد القوريه محتاجه في الفلوس وباغا تبيع الدار ديالها بطل، باغا تخلط على بنتها في اسبانيا. ايوا شني باش نقول لك؟ انا ما عندي شي فلوس، وانا عاد باش نطلع لطنجه باش ماش نتلاقى مع الشاري. خاصنا نقطعوا لها راسها صاحبي. شوف غنصايبوها ميزون دوط بحال داك الشيء اللي يقولوا له في طنجه. كاسا الحسين. باش تدخلنا التاريخ ديال الشاولة الحسين. ما كرهتش نشوفها. هو اللي ويك بلاتي نهز معاك داك الصاك. لا يا واه ياك. وهاد النصرانية انت لا تعرفها؟ ايه صاحبي يعرفوا عشي فورد الكاميون اللي حرق النصارى اوروبا. مرحبا. باي 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 انت كيتا. حنا غندخلو عندها. انت اسمع واسكت عندك تهضر. Hola, Buisay. Buenos días, Juana. Entra. Es que tengo los huevos en el fuego y se van a quemar. Entra. ¿Subte al viot? La habitación es grande. Perdona por el desorden que hay aquí. Bueno, voy a apagar el fuego en la cocina y vuelvo. Hasla. Jemaa hwayja khsa ghadi nmshi. عجبتكم؟ مزيونة. صلاة على النبي.
كتكلم بالعربية؟ غير شوية. لا لا بابا ديالي كيتلات هنا ودابا غادي نمشي اسبانيا عندي ليلى ستيتوا مريتا بيبا لا غلوريا قال لك عجباتو خاصو دابا غير المفاهمه زوينه كبيره شوف زوينه اللي كاينه هنا معليش اخواني الطاوله اش فينا اخوانا احنا ماش نغمطوا عينينا ونشوفوا الروينه مزيونه خاصة تفهمي معنا بالحق قولي احنا دابا شفنا جوج دبيوت لا كاين صالون وكاين كوزينه وكاين تواليت وكاين سيرباد البيوت اصلا على النبي بالحق قولا كاين المخسور شنو قال قال لك لي غوستا ما تعصبنيش يا صاحبي ما تضيعش يا تشابو من يدك شني ماش نقول لك هي الدار مزيونه وحتى صافيا ماش تعجبها انا عندي جوج د المليون نزله حاسبه ديالك لا ما نقدرش غتوقع مع العقد البيع فيه الاجل د 6 شهور وكيتعمل هذا الشيء معلوم كيندار وداك الوقت داك 66 د المليون غدفع على خاطرك الحسين الحديد كاين دق ما حدو سخون ولا ما زعمتيش دابا والله لا عمرك لا طفرتو حسين نوض صاحبي نوض جبت لك واحد دك ذاتي مشحره هاي ما حبيبه ماش نوصل في النصاصة الدليل وماش نفعفع الصافية اعتق هذيك النصرانية هي مقبولة بالحق بابا يا أخي شحال في هاد الهضرة عملت لي الدوخة عرفتي على ثقة كذا من فيا الكونفيانسات بالصح شحال دبرت نصحابات هاد الديار كيحماقوا كاملين على البني ديالي اجي نعول عليك جيب لي التوريست ياك معلومه صاحبي هضرنا هضره واحده صافي اسمح لي الله يرحم يمك باش نسقسيك دابا هادشي اللي ماش نعملو ما خصوش شي رخصه دابا واش انتينا غتفهم حسن من القايد لا القايد هو المخزن وانا ما نفهمش حسن من المخزن ايوا انت شفتي القايد قال لك خصك غير 5 د البيوت وشي حاجه تجربه في السياحه وصافي وزيدون كاين بزاف اللي حالين ما عندهم ني تجربه ني والو ايوا وانا عندي التجربه انا كنت خدام في المطعم دا شقار كنت مقابل الحوت ايوا صاحبي علاش ساليت ماشي دخلت لي الشوكه في الضفر ديالي حتى كان ماشي قطعوا لي الصباع مقابل شي تيتوار طنجه يلا صحاب تيتوار طنجه فين ديالي اسمح لي الله يرحم يمك طريق السلامه اسمح لي وسلم على مليكه هاك الحلوه عندنا كل شيء ديال الصافية يدي حسين اجي ديك الدواء اللي كيرشوا على الحارت هو اللي كيطارنا النحل حين كيرعوا باش كيتلفوا على متعهم ياك شنو سمعت غتمشي تسكنوا في الشوان اي ما مالك بعدا سلم عليا في الاول كيف انت فين هو الحسين راه هو الحسين اش عندك امرات عمي اش كتعمل في ديك الراس مخشي في ديك الكواغط غتولي طبيب ولا غير كنقرا امرات عمي انا نوض في راسك غتبقى ناعس على ديك المقبره اللي عملوا لكم مور الدار كتعرف غير طيش لي بنتي على ليل شهر الشاون ما كنعرفش حتى فين جاتو تبعد عليا ايوا يلا واجاو شنو نعطيوك الساكته والمسكوته ولا ايما دابا الحسين صنع على شي ورق مهم انتينا ما فاهمه والو في هذا الشيء مرات عمي دابا انا وصفيا دخلنا في واحد المشروع مزيون باش نعملوا المستقبل لوليداتنا ان شاء الله ونقلبوا الصفحه هذه العيشه المكرفسه اللي حنا عايشينها ايوا يلا ووريوني الفلوس اللي عندكم وديك الشطاره ديالكم بالله حتى نعمل لك ماما الفمي
واختي فاطمة عيطت البارح لهذيك البعد العمارة ديالكم كتسنى الحلاوة ديالها بالليل وبالنهار. وياه ودابا غنقول لها تجي غدا، غدا هو النهار الكبير ان شاء الله. انا شي حمقى كل مرة نعمل درهم كدير لي بكبوكة. مرات عمي شوف هاد البيت كيف عامل، نعملو هكذا اللون ديال البيت ديال العيل ديالنا. عمل بحال راسي مكلخ. هادي بحال راسها مكلخ. مرات عمي انت ملي كتكون مقلقة ما كاينش يهضر معاك حد. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافية صافية صافية. نعم أخ ماجد. شني البيطة؟ لا أجي نقول لك شني فقط في العرض ديالنا. ودابا تو شحال من مره وحنا ماجين ولا بقينا ساكتين هادوك المقابر غيوصلوا من باب الدار. هيا في قلت لك ترجع لنا الدار بحال شي سيد بالدربوس. طبقم نحطو هنايا باش ما يقول لك عاود مشى شي اجتماع. عاود عاود شريف. السلام عليكم. مساء الخير. ايوا انا حنقول لي سانتا تيريزا. انت صحابي الكومبلكس الجديد اللي فيه الفيلاس ديال ريزيدونسيال اللي كاين في كاب سبارتيل. عاد قالوا لي بان هذيك خندق كور. دابا حنا مرات اخرين قلنا لك الشريف خنداكور خنداكور خنداكور. دابا حنا جينا نهار الاثنين ياك ورجعنا نهار الثلاثة وعطيتينا واحد الراجل بالزبيبه هنايا نهضروا معاه وما فهم والو. لا يا وا ماشي ما فهم والو، ما عاوناش. ورجعنا والبارح تاين عاود. ودابا ياك عطينا لكم خمسه ديال الفوتوكوبيات ديال البلان ديال الارض اولا. اييه بلانات كاينه، البلان ديال المدينه جديد، ولكن دابا التقطيع ديال البلديه هذيك الارض ما بقاتش، بقات تما طرف واحد من المقابر. ودابا جيتو عندي كتقولوا بان دخلتوها. انا ما فهمتش والو. ايوا هي الارض ديال باب الله يرحمه خلاها لنا، هذيك الارض خصوصيه. دابا حنايا ما حرطناش فيها هذا العام، خلينا هاد ارتاح شويوش. عملتو فيها العطمين ديال الميتين. خصكم تعرفوا كاين بعض المهندسين ما كيبغيوش يغامروا ويدخلوا في الهندي وفي الشوك وفي الدرو وفي الخنادق وحتى داك السينتات ديال العبار كيكذبوا إذا كانت الأرض ماشي مساوية. إذن الغلطة ماشي ديالنا حنايا، ديالكم. طبعاً أنا لا الخطأ ديالنا، طبعاً طبعاً. وحنا غنحاولوا نصلحوه. دابا الشريف الله يرحم يمك، شني المعمول؟ دابا المعمول أسيدي غادي نهضروا مع المجلس البلدي. وغيحيد داك المقبرة من تما ويعملها في جهة أخرى. الله يرحم يمك، أي زولة ما يطمرنا حد تما. وهذا الشيء اللي يمكننا نديره. نطلبوه على الله خير. واخا سيدي. الله يرحم يمك والله يطول لك في العمر. تربيت عليا ديك العياشي حسني جبت شلي ومشات وسبل فيا. واسمعني يا الفحصي، دابا حنا خارجين من الجره ديالك ياك، وداك السيركو بلا قلو عليه عامنا باب الدار وغطويه. كتدخلي الجن في من كتسلها بيا كتقول لي سيركو. انا ما عنديش ولاد حماده موسى هنايا، انا عندي قهوه. واجد راسك من الافرع. باقي ما خلقش شي واحد من خلق الله اللي غادي يقلعني من هاد القهوه. اياه واجد راسك من الافرع كتسمعني. ديك الغول ديال العياشي رانا عملت به شي كاين الكوميساريه ودابا نفرجكم فيه. كتسمع الافرع طاح. يلا
بنتي الله يرحم يمك. واخا اخي. شحال اخي؟ 20 درهم اخي. اسمح لي يرحم يمك. الله يرحم يمك. شكرا. لا خايف، لا ما خايف. اوقف 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 حسين اوقف حسين اش عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. فين هو؟ ايما الحبيبه ايما الحبيبه ايما الحبيبه صفيا حلمت العياشي عطانا فلوس الدار وركبت في الطاكسي وانا بحال الحمار نسيت الشكاره في الطاكسي. ايوا شبرتي نمرة الطاكسي؟ لا اي مرحبا عطيتني شريبة الماء خيله. الصفيا الصفيا انا مش نعمل واحد الغميطه على الله كنصبر النمره. صافية كهديك يا اخرى الا هذه واقيلا. شكون؟ انا الحسين. الحسين واخا اسمح لي انا غنلبس عليا حوايجي ونهو. خذ وقتك اسي العياشي احنا ما مزروبينش. ان شاء الله يلقينا. اي ما كرشي شنو عندك؟ كيف ركل فيا؟ كيف ركل؟ العي عمل عقلك وخلي يمك ترانكي. وقيل انسانها. السلام عليكم. شريف لاباس؟ هو كان كيقولنا نفس الطاط. ما كاين لا سطات ولا خريبكا، حنا نطلقوه بوحدو. ودابا باش هو مريض مسكين؟ مراسو. حشمنا مع الناس والجيران. كوميساريا قريب ندق فيها الخزانه. ما كيعرفوش شي. انا الحباس ديالكم هنايا. احلوا لي الباب. دابا هو اللي كيعود في الفوقي. احلوا الباب. ايوا. هي ما غايشريش شي من عندنا العماره. راه ما كيعرفش اش كيقول. العمليه اللي عملوا له عاد بدات كتظهر. دابا شني سنين عاد وقت كامل وغرقنا في الفلوس والديونات باش نسمعوا هاد الهضره الحسين. بلات بلات. دابا شني المعمول؟ دابا انا تحت حضانة العائلة ودابا سمحوا لنا وبدلوا حديث. صافية؟ ونعم. هزنا الماء. وشفتي المنامة ديالك؟ صافية. صافية. الحسين اجي من هنا فين ماشي؟ اش حنا كنشيو ولا كنتملغو؟ ما تسمعش الكلام دبني. هذاك العيار راه مشى مور طهري عند الباسي وغبرني الكارنيه الشيك ديال البنكه. هذاك الباسي يكون صيبو نصدم عليه برجلي. هذاك راه واحد انا عامل عليه لانكيت. هذاك واحد الشكان بيه طليره موسيليني. راه شفتي ها المنامه ديالك فين خرجتنا؟ انا كنعيا نقول لك ما دنعشي مورا الغدا قاس كتحلم بالفلوس ومشى وها حنا بقينا لا ديدي لا حب الملوك. ايما شني اجي اجي ما تحكاش عاب شويش عاب شويش ما تعصبش الله يرحم يمك. صافيا صافيا الحسين خليني. صافيا وصافي
شيني ماش نعاود لك شني هذا هذا محل فين جبرتو اشوف واحد ما قال الضو سيدي على التازي صافيا عاود له شني وقع مساء الخير اسالي شغا نعاود لك اخاي ديالي هذاك العياشي اللي ما عياشي ما والو راجل زه قالو بياسه من مخو قاس كيعاودنا الخرايف وحنا كنتيقو فيه هذا ما يخرجش شاري اخر عاد تفاش الدنيا شاري اخر عاودي راس المحاين هو هذا افعمتي لي نتحل انا ما سنرجع له دخل نصربو كازدات مشي نشوفه شني ماش تشوف كان ماشي يحطوك عواد علاش كتغوت عليا بحال هيدا يرحم يمك عملنا كازدات تاي وحجاوزي راه عملتي في هذا المؤتمر ديال شاوين ديال عسل ودي حصلت حصله يا خاي سالم خاصني دابا نرد الفلوس لبوشعيب والوقت ما كايناش كون ساعونتكم ما نخليكش معلق حقت انا عندي الدين ديالي وديال مزيره اجي تقدر تمشي تجيب لنا الفلوس ديال الكراهي هذيك الكمره ديال الفحصي ما بغيتش نشوفها دابا عاد تمشي حني يدو رجلو بالفرحه اللي ما تبعتش الدار على انه مراه عاود راهي اللي هذيك تواصلاري دابا هما جوج ديال الكراهي اللي كيخلصوا الميكانيكو ديال السنان واختها ديال مجدولين اجي مجدولين هي تفككم سيس قال لي راجله كيعوم في الفلوس بصح وزيدون حنا باقيين كنسالو لا بعدا 6 شهور ديال الكرا القديم الله ودي نخلصو بهم غدا وقوم جيب له التواصل عاود انا غنقوم لا انا نمشي نقوم فين عاملاهم يمنا الحبيبين فكره خايسالي السلام عليكم تفضلوا شحال غادي تقنطني هاد الدره فوق راسي وهي صبر على الحبيبه 40 يوم دغيا وهي دازت لالا شينا جاو يشوفوك صافيا احنا كاملين ماشيين الحبيبه ديالي عند الله واحد من مورا الاخر الموت ما كتختار شي بركه في راسكم سمعك بس والله هادشي عاد وقع يا الحبيب ديالي تستجلس وكيفاش مات مسكين كنا معروضين حفله الطوموبيل حين رجعنا قال لك خاصو يعوم في البيسينا باش يمشي ينعس قلت له لا انتو ما عارفين الراجل كبير وقياس الخير عاد جاتو ديك المرضى باركنسون هي هيوا ايوا ما سمعش كلامي غتصل غتصا الاولية كانت هذيك الاخرية تما بقى وكيفاش ما دخلتيش تعتقو باش نغرق معاه انا كنت ملمطه في واحد الروب دي سواري مصمطه من تحت لالا بلاصتي انا جابت سيدي من السبيطار عيط لزيان ونحارم انا ما نقدرش نشوفو ايوا الله يرزقك الصبر حنا جينا غنتوادعو معاك حيت حنا ماشي نسكنو في الشاون غادي تغبروا عليا ايوا الله يعاونكم سلامه الشريفه صافيا الله يعطيك شي وقفه سهله امين صبروا شنو هذا شي فلوس عطاتهم لكم لالا الله يرحم يمك كاين مشكل ما عندنا والو د الحوايج وكيبان بزاف صافيه
سالي مخليكم هاد الكرة. هادو الفلوس ديال الكرة. قال لك الميكانيكو د السنان ما بغاش يخلص الضريبه د الزبل حيت الفحصي كيجمع الزبل كثر منه. سمعي خالتي رحمه كتذكري لهم ما يخلصوكشي وبقى محمقاكم هاد الدار. دابا تحمق ولا تنزل، انا عطيتها السمصريه واللي جابت رجع في الله، راحت البال ما عندها ثمن. حنا دابا ماشي بحالنا. واش بعتو بعد السكنه في تطوان؟ ماشي تطوان خالتي رحمه، الشاون شف شاون حيت الحسين جبار تما الخدمه في واحد الفيرما ديال النحل. عندي شي صحابي تما ماشي يعاونوني، انا هاد الارض ما عطاتني شي. شنو؟ عطاتني الصافيه. شني؟ صافيه ردالي ما كاينش المطاع. دابا انت غتحكمني حتى في حوايجي وحتى تما غنخير. الله يحميه معاك، احشو واحد هادي فوق السطح. خليها سليم ماشي يردها. الا الا توتو لعيلا وشحال وليتي معكسه. واخ 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 خليها فين عندك ما تطلعش. صافي وصافي صافي واه. خالتي رحمه عمل عينك على الدار ما تسكرش علي ما بزاف. غير مشيو هانيا وما تفكروا حتى في شي حاجه. الله عليك انت الله يوصلكم على خير. الله يحيد عليكم العين ولاد الحرام. يدك على خير خالتي يا حبيبي. الله يقلل العثرات. والحسين ما تخليونيش بلا اخباركم وتهلا لي بنتي. السلام عليكم، الدرك الملكي مراقبة الطرقية، أوراق السيارة نفدلكم الناس. عندكم مخالفة سيدي، عندك الحق شخص واحد يجلس قدام ماشي جوج الناس. الله يرحم يمك، هذه المرا ديالي صافية وجع الوجع، حنا باش نمشيو حتى الشاون، الله يرحم يمك ما لقيناش الطاكسي، اسمح لنا الله يرحم بابك. لو جات السيدة حاملة ما غنسجلولكش المخالفة، طلب من السيد يرجع له. واخا الله يرحم يمك. اش طلع طلع الله يرحم يمك. انا في اللول. الحسين وقف وقف صافيا وين الحبيبه صافيا اوقف اخي اوقف سيان الحسين صافيا شنو كاجاتك هولا اصبر 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 يلا بسم الله أول
ليسانس والو اخا. كيفاش؟ ليسانس والو تسالا. يما الحبيبة وما عندكش ليسانس. والو اخا. يما وشني باش نعمل؟ اجي صافي. يما غنمشي لوجه الحسين غنمشي. ديالي. صافي. وماما ويما الحبيبة. اصبر اصبر صافي. واش عليا؟ هانا هانا صافي هانا صافي. اصبر. يما هاي خاي الله يرحم يمك. هاد مش عاود لي مشطر راجيم وطا الحمام الجمع الكبير مش تسقسي على ابو شعيب اقريو واخا واعطي له هادشي الله يرحم يمك. اجي صبر فيا بلاتي بلاتي صبر فيا واش بلاتي. انا انا صافي صبر فيا صبر فيا يما حبيبي يا ربي غير شويه واش غير شويه واش يما الحبيبه يا ربي يا ربي يا ربي سيدي اش اش والحسين صافي يا صافي يا كدوله صافي يا مجدوله يما الحبيبه الحسين يما الحبيبه ما قدرش ما قدرش. عفوت اخي عفوت عفوت على الغاز انا فيا الحرق بزاف الحسين ما بقاش ها ها شتي شاون رافي رافينا ايما الحسين اصبر اصبر انا خصني نموت صافي صافي ما تموتش انا كنموت بالوجع اصبر 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 ما تموتش يا حبيبه ديالي صافي الحسين انا كنموت صافي عييت عييت اصبر اصبر ها ها هشاو هشاو ما بقاش ما بقاش صافي ما قدرتش يا سيدي ربي الحبيب يا سيدي ربي الحبيب هشاش او هادي بعيده الشاو بعيده غلقاو شي صافي ما بقيتي كنقدر الحسين